لماذا تصمت الأمم المتحدة إزاء خروقات الحوثيين في الحديدة وتستنكر أي تحرك للتحالف؟ وماذا بعد اتهام الحكومة للبعثة الأممية في الحديدة بالانحياز لميليشيا الحوثي؟ وهل نجحت الميليشيا في استخدام الأمم المتحدة كشماعة لاستمرار سيطرتها على الحديدة؟ أهلا بكم. نفذ طيران التحالف ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة الصليف. قال إن الحوثيين يستخدمونها لتصنيع الزوارق العسكرية والألغام البحرية وتهديد خطوط الملاحة الدولية. عقب ذلك أصدرت البعثة الأممية في الحديدة بقيادة الجنرال جوها بيانا ندد فيه بضربات التحالف، وقال إنها تهدد تنفيذ اتفاق الحديدة. هذا البيان دفع الحكومة إلى مهاجمة البعثة الأممية واتهامها بالانحياز لميليشيا الحوثي، وبالنظر إلى عجز الأمم المتحدة فرض تنفيذ اتفاق الحديدة، فقد نجح الحوثيون في استمرار فرض سيطرتهم على الحديدة وموانئها واستخدام الفريق الأممي لتحييد دور الحكومة. لماذا لم يعلن بعد فشل اتفاق الحديدة رغم مرور أكثر من سنة على تعثره؟ وهل أصبحت الحكومة اليمنية عاجزة عن فرض شروطها في مباحثات ملف الحديدة؟ ركود نسبي في ملف الحديدة بعد أن استطاعت الأمم المتحدة الحيلولة دون تحريرها أو تحقيق أي تقدم فيها وفق اتفاق السويد. مؤخرا خرجت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة ببيان يستنكر ضربات جوية نفذها التحالف على مخازن لصناعة الزوارق الحربية حسب قوله، وقال البيان الأممي إن هذه الضربات تعرقل عملية السلام وتهدد اتفاق الحديدة. في المقابل وعلى مدى أكثر من عام ساد صمت طويل من جانب البعثة الأممية عن انتهاكات الميليشيا اليومية ضد المدنيين وخروقاتها للهدنة. الحكومة اليمنية أدانت البيان واتهمت الفريق الأممي بالانحياز لميليشيا الحوثي، وقال المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي إن البعثة الأممية بقيادة الجنرال جوها تنفذ ما يمليه عليها ضباط الارتباط الحوثيون المتواجدون على متن السفينة الأممية. أكثر من عام مر على اتفاق السويد الذي كان ملف الحديدة أبرز ملفاته، لم يحقق خلالها المبعوث الأممي أي تقدم سواء من ناحية وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق لتحييد الموانئ وإدارة المدينة. لا يبدو أن ملف الحديدة لا يزال يتصدر اهتمام الحكومة اليمنية أو حلفائها، فقد استطاعت ميليشيا الحوثي تدعيم سيطرتها على المدينة والتلاعب بكل الاتفاقات التي تحاول الأمم المتحدة تنفيذها في الحديدة. قبل يومين كشفت وثائق مسربة عن ميزانية ضخمة تم صرفها لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن تجاوز 17 مليون دولار خلال العام 2019، فيما يتساءل مراقبون عن جدوى صرف هذه الأموال الضخمة في ظل تعثر إحراز أي تقدم في أي من الملفات التي تشتغل عليها الأمم المتحدة. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي مصعب عفيف وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ مصعب. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. إذا الفريق أبهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة يصدر بيان يعترض فيه على الضربات الجوية التي استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي، ما هو تعليقك على البيان؟ أولا تحية لك ولكل المشاهدين. بالنسبة لهذا الموقف الأممي اعتدنا عليه خلال منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، دائما اعتدنا على مواقف الأمم المتحدة والقلق الأممي الذي يعود مع كل هجوم أو مع كل هجمة جوية محدودة للتحالف العربي. الحقيقة أن التحالف العربي لم يشن أي عملية عسكرية جوية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم أو أي عملية عسكرية برية، لم يحقق أي تقدم عسكري. القوات الحكومية لا زالت تتمركز في مواقعها في المديريات الجنوبية للحديدة، فقط ما يحدث أن هناك غارات جوية محدودة يبررها عادة التحالف بأنها تستهدف
قوارب مفخخة أو عملية أو قوارب تحمل أسلحة للحوثيين. وفي الحقيقة نعم، سواحل مديرية الصليف تحديدا هي منفذ مهم للحوثيين لنقل الأسلحة القادمة من البحر الأحمر عبر بحر العرب، وتأتي من إيران ومن اتجاهات كثيرة. العملية الأخيرة للتحالف العربي في الصليف كانت محدودة جدا، ومنطقة رأس عيسى يعرفها أبناء الحديدة أنها منطقة مغلقة بيد الحوثيين. هناك عشرات الخنادق ما بين مدينة الحديدة إلى منطقة رأس عيسى وإلى ميناء الصليف تعرفها الأمم المتحدة، ما زالت الخنادق تبنى حتى اليوم. هناك ثلاث قرى داخل منطقة رأس عيسى التي تعرضت للهجمات الأخيرة، محاصرة بخنادق تحيط بالقرى من كل مكان. الحوثيون لا زالوا يعملون على بناء التحصينات العسكرية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم. لم نسمع أي موقف أممي قلق من هذه الناحية. كل هذه التجاوزات أستاذ مصعب التي تحدث، الخروقات التي يقوم بها الحوثي من قصف، من قنص، من حفر خنادق، من تسليح، من تعبئة، يعني حتى ربما في آخر الأخبار قبل لحظات يعني الفريق الحكومي يعلن إيقاف نشاطه في الحديدة لأن الحوثيين قاموا بقنص أحد ضباط الانتشار الحكومي. يعني كما يقال يعني إذا يعني لم يتم محاسبة الحوثيين فإنهم يتمادون أكثر وأكثر، وهم يثقون بما تقوم به الأمم المتحدة. نعم، دعينا نتحدث اليوم عن هذا الهجوم وهذا الانسحاب. تعليق الفريق الحكومي كان مبرر. هذه النقاط نقاط المراقبة تم نشرها في أكتوبر الماضي، أي أنها لم يمضي عليها سوى تقريبا 4 أشهر منذ نشر هذه الفرق التي كان يفترض نشرها منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018. اليوم هذا الهجوم على نقطة المراقبة تحديدا في النقطة التي تقع بالقرب من سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة على الطريق الرابط ما بين مدينة الحديدة وصنعاء، لم يكن الهجوم الأول. في الحقيقة تعرضت نقاط المراقبة لهجمات، مع أن هذه النقاط يفترض أن تكون هي نقاط مراقبة على الخروقات العسكرية من قبل التحالف ومن قبل القوات الحكومية والحوثيين، يهاجمها الحوثيون أيضا. اليوم من تعرض للإصابة هو عقيد يدعى محمد الصليحي ضمن الفريق الحكومي. هذا التهديد أو هذا الهجوم الذي يتعرض له المراقبون يعني بكل بساطة أن الحوثيين لن يلتزموا باتفاق ستوكهولم كما لم يلتزموا به خلال هذه المدة كلها. نحن اليوم نتحدث عن أكثر من عام ونصف على إعلان اتفاق ستوكهولم، لم يتم تحقيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم. دعينا من اتفاق الأسرى والمعتقلين، تحديدا اتفاق الحديدة لم يتم تنفيذ البند الأول وهو إيقاف إطلاق النار، لم يتم الالتزام بهذا البند أو تنفيذه. فشلت الأمم المتحدة في الحقيقة فشل ذريع وواضح وجلي. يحاولون بإصدار هذه البيانات، هي عبارة عن بيانات تأتي في توقيت محاولة استثمار لهجمات ما بالتزامن مع هجوم التحالف الذي أشعر الأمم المتحدة بهذا القلق الأخير. كان هناك عائلة كاملة ضحية لألغام الحوثيين في منطقة الدرهمي، سقطت نتيجة انفجار لغم. أيضا هجمات الحوثيين على المديريات الجنوبية لم تتوقف ولم نشعر بهذا القلق الأممي. هل لديك أي إحصاءات لما قام به يعني لضحايا الميليشيا منذ اتفاق ستوكهولم؟ هل لديك أي أرقام؟ نعم، الأرقام هي أكبر من ما هو معلن. تقريبا آخر الأرقام المعلنة كانت في ديسمبر، في 12 ديسمبر الماضي 2019، كان تجاوز عدد الضحايا المدنيين ما بين قتيل وجريح نحو 800 بحسب بيان ل14 منظمة تقريبا دولية. الأرقام أكبر بكثير من هذه التي تذكرها الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية. هناك الكثير يموتون نتيجة عدم وصول المنظمات الإنسانية، نتيجة هذه الحواجز والتحصينات العسكرية، ناهيك عن الضحايا الذين نسمع بهم نتيجة سقوط قذائف الحوثيين العشوائية على مديرية التحيتة وعلى مديرية الدريهمي وحيس وغيرها من المديريات الجنوبية. نعم، إذن اسمح لنا أن ننضم معنا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء.
اهلا وسهلا استاذ، مساء الخير عليك وضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات الكرام. اهلا بك سياده اللواء رئيس لجنه تنسيق اعاده الانتشار والبعثه الامميه جوها، يعبر في بيان عن قلقه جراء تدمير التحالف حد وصفه لاهداف حوثيه قرب ميناء الصليف، ما هو تعليقك؟ انا يعني مثل ضيف الكريم استغرب واكد على ما ذكره في بدايه حديثه، هذا شيء يعني ليس بالجديد من قبل لجنه المراقبه الميدانيه. يعني أنا باعتقادي وأرى أن هذا مجرد روتين وما كان يجب أن يحدث من قبل المراقبة الأممي هذا التنديد بما تقوم به قوات التحالف، خاصة وأنه لو نطالع في الفترة الأخيرة رأينا أن هنالك خروقات مستمرة من قبل الحوثي في العديد من المواقع في الحديدة واستعادة بعض المواقع التي تم تحريرها وعدم الالتزام بما اتفق عليه الطرفان فيما يخص اتفاق السويد، بل العكس نحن نجد ان التحالف يعني هدأ كثيرا من وتيره العمليات العسكريه في الحديده، لم تكن هنالك عمليات مضاده، وجدنا ان هنالك مراقبه حتى نحن يعني انا شخصيا انتقدت التحالف لانه ما يقوم به الحوثي في الحديده هو مجرد عرض أو ضرب الحائط القرارات الأممية واستعادة الأماكن التي تم تحريرها، لا والأخطر من ذلك سيدة آسيا أنه تم تهجير المدنيين وتم يعني تهجير العديد من المدنيين، وللأسف الأكبر أنه تم سرقة المساعدات الطبية والإنسانية والمشتقات النفطية ونرى صمت. ما هو تبريرك لهذا الصمت والازدواجية الذي تقوم بها الأمم المتحدة كما تفضلت هنا، قتل وتشريد وقصف وتدمير للعديد من المنازل ولأصحابها، يعني كل ذلك يغيب عن عيون وضمير الأمم المتحدة، لماذا هذه الازدواجية؟ هذا شيء يعني أنا أقول لك هذه الازدواجية لا يوجد لدي يعني إجابة مباشرة إلا أن هنالك انحياز ورغبة من المجتمع الدولي فيما يسمى، أنا أعتقد أن هنالك حكومة خفية في المجتمع الدولي ترغب بأن يستمر هذا الصراع، ترغب بأن يبقى هنالك صراع في اليمن والفوضى في المنطقة ومحاولة يعني لزج المنطقة إلى صراعات أكثر، وهذا ما يبدو لأنه الأمم المتحدة لديها الشواهد العديدة بأنه الحوثي فعلا يخرق القانون الدولي وما يذكر الأخطر كالمالكي فيما يخص العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف هي وفق القوانين والأنظمة المسيرة لذلك، ونجد هدوء ونجد صمت ونجد بالعكس انتقاد، وهو شيء محير. خمس سنوات وتحدثنا فيه، طبعا نحن كمراقبين ست آسيا ليس لنا في الكواليس، لا نستطيع أن ندخل ونعلم ماذا يدور هنا، قصور من أطراف السياسيين الأطراف التي هي تعمل في الأمم المتحدة. يعني قبل فترة أكيد من حضرتك تابعتي الاجتماع الأمم المتحدة فيما يخص إصدار قرارات في تخص اليمن، لم نجد يعني شيء جديد يدين الدول أو الجماعات الداعمة لاستمرار الصراع، ولم يدين الحوثي مباشرة بالتصعيد، ما رأينا ما يحدث في الجو، ما هل رأينا إدانة؟ مجرد السيد جريفيث يتحدث على أنه قلق، يعني أنا شبعت من قلق جريفيث، اليمنيين شبعوا من القلق، وهذا أمر أنا برأيي الشخصي وذكرت لحضرتك وأعيد وأكرر عليه لأنه لا نستطيع إلا أن نتحدث على أنه إعادة التقييم. يعني الآن المبعوث الأممي لليبيا استقال، وجد انه عدم امكانيه الذهاب بعيدا، انا والله انصح مارتن جريفيث بانه يسلم الحقيبه لغيره، ونامل ان يكون هنالك مندوب اممي حتى لو يتغير بشكل شهر، ما عندنا مشكله يكون هنالك عدل ومتابعه وفعلا اظهار واحترام لاخر مرتبط للاخوه والاخوات اليمنيين بان هنالك فعلا من يهتم بقضيته، ولكن ما نراه نحن الان هو بالعكس دعم للحوثي، صمت عن الحوثي، قتل وهجر. إذن سيادة اللواء
لماذا لا تتجه الحكومة والتحالف بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الذي يعني يعد عبء أكثر من منه فائدة، خاصة وأنه اتفاق يبدو لصالح طرف واحد؟ دستريا أنا أعتقد مو في صالح التحالف بالانسحاب، لأن في هنالك اتفاق وموافقة، ويعني الممثلين من طرف الحكومة الشرعية واقف. لا أنا ما أتحدث على أنهم ينسحبون، لا أنا بالعكس أنا أتحدث على أنه يكون هنالك ضغط والاستفادة من هذا من هذه الخروقات التي يقوم بها الحوثي يعني في التصعيد في الجو. ليست هذه خروقات يعني مندوب الأمم، مندوب اليمن في الأمم المتحدة، مندوب المملكة، مندوب الإمارات، هؤلاء السياسيين الذين يعني للأسف ليس لهم تأثير، ولكن كذا هي طبيعة الأعمال السياسية. بالعكس تكون عقد اجتماعات حتى يعني تكون هنالك الأقل إحساس من المواطن اليمني، من يهم من هنالك من يهتم. أما أنه ينسحب التحالف والشرعية من اتفاق السويد، هذه أعتقد يعني سوف تكون نقيصة كبيرة لعدم الالتزام بالمواثيق الأممية التي هي يعني برأيي الشخصي يعني مهمة حتى نقدم في الحل هذه الأزمة. هذه نقطة. النقطة الأخيرة، لا أنا ما أكد لك على أنه عندما ترى الحوثي القوانين لابد من الصفعة بمثل، يعني يكون هنالك هجوم مضاد. ولم يستطيع أن يتكلم لا المندوب الميداني ولا سيد مارتن جريفت ولا حتى الأمم المتحدة إذا رأى ما رأى أو ما حدث في الجو. لماذا فقط يعني يصبح يتحدث بأنه قلق؟ هنا توغل وهجوم وتهجير. موضوع النازحين، أنا كنت أشوف في أحد الحلقات في أحد القنوات اليمنية يتكلم بشيء على أرقام مخيفة مهجرة من الجوف إلى مأرب في ظل هذه الظروف الصعبة التي نقل يعيشون فيها الأخوة والأخوات اليمنية. فهذا بحد ذاته تفضل فيه ازدواجية في التعامل، وأنا نرى أن هناك من يحرك ما حك جلدك مثل ضفرك بكل معناها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ مصعب، هل تتفق مع اللواء محمد القبيبان في مسألة أن الانسحاب ليس من اتفاق ستوكهولم ليس حل، وإنما سيكون مأخذ كبير أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟ نعم، بكل تأكيد هناك التزامات وهناك أمور تنظم هذه المسألة والعلاقات الدولية بالنسبة للسعودية وللتحالف العربي. أيضا الحكومة الشرعية يجب كدبلوماسية رسمية أن تكون ملتزمة بهذا الاتفاق، لكن ربما يجب أن يعمل التحالف والحكومة الشرعية بطريقة ما، بطريقة دبلوماسية، على إقناع المجتمع الدولي على أن الحديدة قد تحول، بل تحولت فعلا إلى بؤرة صراع مستدام سيكون خطرها على الجميع. نحن نتحدث على مدينة تقع على سواحل البحر الأحمر، ممر ملاحي مهم، يجب أن يوجدوا حلا من أجل اقتصادهم، من أجل استثماراتهم الاقتصادية، لا من أجل المدنيين في الحديدة. لكن كما تفضل ضيفك، يبدو أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تريد تحويل الحديدة إلى بؤرة صراع مستدام. للأسف الشديد الآن البعثة الأممية تنفق سنويا تحديدا في عام 2019 56 مليون دولار، وهو رقم لو وزع على سكان الحديدة لأحدث فارقا لدى الناس التي لا تجد اليوم المساعدات الغذائية المخزنة داخل مطاحن البحر الأحمر، ولا يستطيع المبعوث الأممي ولا فريقه في الحديدة إخراجها. حتى الآن تتعرض مطاحن البحر الأحمر لهجمات من الحوثيين، تتعرض أيضا الطرق مقطوعة، لا يتم أو لا يستطيع توزيع المساعدات لكل المحتاجين في المديريات الجنوبية تحديدا المحررة، وأيضا المديريات الشرقية الطرق مقطوعة والأنفاق تملأ والخنادق تملأ طرقات الحديدة.
للأسف الشديد الأمم المتحدة تحولت إلى شركة توظيف في هذه البيانات أو الوثائق الأخيرة التي تم تداولها. الفريق يستعد لتوظيف مزيد من الطاقم على الرغم من أن 91 موظف أو أكثر 101 موظف خلال 2019 لم يحققوا أي فرق إنجاز حقيقي. أي إنجاز حقيقي، لم يثبتوا السلام ولم تتوقف المعارك، تحولت أمد الحرب. هل يتم الاستفادة منها بهذا الشكل؟ يعني مكتب المبعوث الأممي نجد مليارات هائلة يتم صرفها سنويا كميزانية خاصة به. هناك من يقول بأن استمرار الحرب يعني ربما هذا جزء واحد من مظاهرها. نعم، بكل تأكيد الأمم المتحدة والفريق الأممي في دائرتهم الضيقة هم يريدون استمرار الحديدة على هذا الحال. هي توفر الآن لهم مصدر دخل، التحالف الآن ودول التحالف تحديدا تدفع مقابل هذه الفرق الأممية التي لا تقدم شيء. هي الآن توظف مجموعة كبيرة من المسؤولين الأمميين، لكن أيضا هناك أمور أكبر من هذه، وهي استمرار ديمومة الصراع في اليمن. يخدم دول تريد استمرار مبيعات السلاح وتدفقها إلى دول الخليج، تحديدا السعودية، يريدون بقاء الحوثيين مصدر، يريدون بقاء ميناء الحديدة بيد الحوثيين حتى يستمر الحوثيون أو تدب الحياة إلى الجماعة عبر هذا الشريان الاقتصادي، ليستمروا نقطة ابتزاز على السعودية وعلى دول الخليج وتحويل اليمن إلى بؤرة صراع لا تنتهي لابتزاز هذه الدول. نعم، إذن هل صدرت مثل هذه البيانات التي تم إصدارها من الأمم المتحدة تجاه الخروقات التي يقوم بها الحوثيون وهؤلاء الضحايا الذين يسقطون بقذائف الميليشيا؟ لا تذكر كثيرا. عادة ما تأتي مواقف الفريق الأممي في الحديدة متزامنة مع غارات جوية وعمليات للتحالف. ربما يحدث أحيانا نوع من التنديد بهجمات الحوثيين، لكن في الغالب هناك هجمات كبيرة للحوثيين نفذت في المديريات الجنوبية وفي المديريات المحررة، لم تتطرق إليها الأمم المتحدة ولم تصدر حتى بيانا لتدين تلك الهجمات ولسقوط الضحايا والمدنيين. الأمم المتحدة اليوم هي تؤمن في الحقيقة الحديدة لصالح الحوثيين. نعم. تؤمن استمرار الحوثيين عن الحديدة حتى يتفرغوا لجبهات أخرى للتقدم عسكريا في مأرب وفي الجوف وفي المحافظات الشرقية. الآن الحوثيون يأمنون على الحديدة بيد الأمم المتحدة. نعم، للضيفي عبر الهاتف الناشط الحقوقي طارق سرور من الرياض. مساء الخير أستاذ طارق. مرحبا بك أختي الكريمة وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ طارق. هل يعني تجد فعلا أن الأمم المتحدة تقوم بتأمين الحديدة للحوثي من خلال إصدار البيانات المنددة بأي تحرك للتحالف أو الحكومة، على عكس ما تقوم به أمام تجاوزات وخروقات الحوثي؟ نعم أختي الكريمة، للأسف الشديد صارت الانتهاكات ميليشيا الحوثي بغطاء أممي منذ اتفاق ستوكهولم، الذي للأسف الشديد ضاعف من معاناة أبناء تهامة وجعل انتهاك الميليشيات بغطاء أممي ويبرر لهم غرفة دائما في جلسات مجلس الأمن، بينما تتضاعف الانتهاكات بشكل كبير جدا، وصارت الحديدة بوضع مأساوي بما تعنيه الكلمة، سواء المدينة أو المديريات. نعم، هل يعني لديك تصور حول الوضع الإنساني هناك؟ نعم أستاذ طارق، هل تسمعني؟ أستاذ طارق هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة، سنعاود الاتصال بك أستاذ طارق. عودة إليك أستاذ مصعب. يعني ربما بعض التجاوزات كحفر الخنادق أو يعني أي تجاوز يضر بالحكومة أو تأمين الميناء لن تتحدث عنها الأمم المتحدة، تغض الطرف، لكن لماذا تغض الطرف حول المدنيين والسكان والمنازل في الحديدة؟ نعم، هذا ما يعكس في الحقيقة طبيعة الأمم المتحدة التي
تظهر بشعارات أنها شعارات إنسانية، لكنها في الحقيقة تنفذ، باتت بشكل واضح تنفذ أجندة سياسية للمجتمع الدولي والدول التي تمتلك القرار الحقيقي داخل مجلس الأمن وداخل الأمم المتحدة. نحن نتحدث عن اتفاق ستوكهولم. الحديدة لم تخسر ضحايا مدنيين كما خسرت خلال منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 إلى ديسمبر المنصرم من العام 2019. كانت الحديدة أعلى معدلات سقوط الضحايا المدنيين كانت على مستوى اليمن، كانت الحديدة هي أكثر المحافظات، وهذا بتقارير أممية وتقارير المنظمات الحقوقية التي لا توثق كل الضحايا. في الحقيقة هي لا تصل إلى كل الضحايا في الحديدة، هناك الكثير من الضحايا لا يعرف عنهم أحد، الذين يموتون بالجوع وبالأوبئة وبحمى الضنك وبالكوليرا، أوبئة يمكن مواجهتها ويمكن علاجها بشكل سريع وبشكل جذري ونهائي، لكن تشعر أحيانا بأن الأمم المتحدة حتى هذه المعاناة الإنسانية على مستوى الجانب الصحي والغذائي هي لا تريد القضاء على هذه المعاناة، على هذه الأزمة الإنسانية أو الأزمة الصحية، تريد استمرارها من أجل جلب مزيد من الأموال من الداعمين واستمرار الصراع وجلب مزيد من الأموال من أطراف دول التحالف ومزيد من إضعاف الدولة اليمنية. الأمم المتحدة مواقفها ليست إنسانية للأسف. الحديدة خير شاهد في اليمن. نعم، إذن ينضم معنا الباحث في شأن الإنساني البراء شيبان عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ براء. أهلا فيك، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. ما هي قراءتك أستاذ براء على بيان لبيان رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس لجنة الانتشار إعادة الانتشار الفريق أبيجيهيت جوها، البيان الذي أدان فيه ما قامت به التحالف مؤخرا في الصليف؟ نعم طبعا، أشهد أن المستشار يقوم بمثل هذا البيان. هم لا يريدوا أن يقولوا أن اتفاق ستوكهولم امتد عمليا، لأنه إذا قال هذا الكلام معناته أنه مهامه انتهت وكل البحث التي قامت على أساس هذه انتهى مهام. فمن هذه الناحية يعني أنا لا أستغرب أنه سيقوم بإدانة هذا الهجوم الذي حصل، وحتى إن كانت الخلفيات مثلا أنه كان هناك زوارق، هل كانت تتبع جماعة الحوثي، هل كانت ذاتها تفاصيل. وأعتقد هي أصلا الإشكالية هي من يعني هذه صورة بسيطة من صورة أكبر، هي أنه منذ فترة تم تغييب منهج، وكان هناك سكوت لفترة طويلة خصوصا بسبب الشرعية والتحالف على موقف واحد قامت فيها الشرعية في مايو من العام الماضي عندما أدانت ما بيان مارتن غريفيث، بعدها تقريبا خفت الأصوات، وبناء عليه هو يتعامل وفق هذه المعطيات. نعم، إذا عند هذه النقطة أنتقل لضيفي هنا في الاستوديو. يعني ربما الشرعية فعلا هي من أتاحت أيضا الفرصة للأمم المتحدة والحوثيين. هناك صمت للعديد من الخروقات، هناك صمت لأداء الأمم المتحدة على الأرض خاصة في ملف الحديدة، ما رأيك؟ ربما الحكومة الشرعية هي تتحمل جزء من المسؤولية، لكن يجب الاعتراف بحقيقة أن الحكومة لا تمتلك القرار في الحديدة. حتى التحالف اليوم فقد السيطرة على القرار بالنسبة للحديدة، تحول ملف الحديدة ملف دولي. لم تقبل الحكومة بذلك؟ نعم، الحكومة اليمنية قبلت بهذا الاتفاق، باتفاق ستوكهولم، وهو موقف نبيل لأي حكومة تريد سلام مثلا في بلادها. لكن ما حدث ما بعد
اتفاق الحديدة واتفاق ستوكهولم. هو المشكل، الحكومة هي تصدر بيانات متعددة حول مسألة فشل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لكن الفريق الأممي والمبعوث والمبعوث تحديدا مارتن غريفيث لا يريد الاعتراف بهذا الفشل. هذا الرجل فشل فشلا ذريعا في ملف اتفاق ستوكهولم وفي كل الملفات التي تولاها في الحديدة أو في أي ملف، حتى ملف تبادل الأسرى والمعتقلين لم يحقق أي إنجاز على المستوى الميداني أو الإنساني. يتكلم عن انخفاض في أعداد القتلى أو انخفاض أعداد الهجمات الجوية، وهو وكأن اتفاق ستوكهولم جاء لإيقاف الهجمات الجوية للتحالف العربي، بينما في الحقيقة ومتى زار مدينة مأرب مارتن غريفيث؟ حين سقطت عاصمة محافظة الجوف. أين كان مارتن غريفيث قبل أن يدخل الحوثيون محافظة الجوف ويهجرون اليوم آلاف النازحين الآن يتدفقون نحو مدينة مأرب؟ أين كان مارتن غريفيث قبل أن تدخل القوات الحكومية مدينة الحديدة؟ إذا كان يريد سلاما حقيقيا كان يجب إيقاف القوات الحكومية قبل أن تصل المعارك إلى داخل مدينة الحديدة، لكن توقفت وجاء الضغط الدولي الكبير حين دخلت القوات الحكومية واقتربت من تحرير ميناء الحديدة ومن تخليص المدنيين في الحديدة. كان سيتخلص المدنيون في الحديدة وستصبح محافظة محررة وميناء بيد قوات شرعية وبيد قوات، دعينا لا نقول قوات شرعية، قوات التحالف مثلا، يعني طرف تستطيع التعامل معه ومحاسبته إذا ما تم إيقاف تدفق المساعدات عبر ميناء الحديدة. نعم أستاذ براء، يعني يجد الأستاذ مصعب واتفق معه يعني العديد بأن الأمم المتحدة تنظر بعين واحدة، تغض الطرف عن يعني في اليمن عن مواصلة الحوثيين للعديد من الخروقات العسكرية، للقصف، لتشريد السكان، لهدم المنازل، وكأن الحرب هي عبارة عن قصف التحالف بالطيران، مجرد أن يحدث ذلك تندد ببيانات رسمية. ما رأيك؟ طبعا الإشكالية أن السردية السائدة هي أن هناك قصف من التحالف، وهناك اعتقاد سائد عند ناس كثيرين أنه مجرد أن ينتهي هذا القصف ستنتهي الحرب. الإشكالية الأساسية التي أنا أراها أن هناك غياب استراتيجية عامة. يعني خلينا نقسمها إلى مرحلتين. في أول فترة في العام 2015 و2016 امتلكت الشرعية والتحالف استراتيجية واضحة، وكان الهدف واضح أن هناك نية جدية لحسم المعركة، ولذلك حتى عندما كانت هناك تنديد إلى حد ما من الأمم المتحدة لم يؤثر ذلك، لأنه الكل يضطر أن يتعامل مع الاستراتيجية التي أنت ترسمها لنفسك. عندما بعد ذلك تم إعطاء خلينا نقول الملف بشكل كامل إلى المبعوثين الدوليين، والانتظار بعد ذلك أن المجتمع الدولي سوف بطريقة ما يخلصنا من جماعة الحوثي، وصلنا إلى هذه إلى 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 هذه النتيجة. والإشكالية أنه منذ أن توقفت المعركة الكثير مننا كنا ننبه أنه يجب أن لا تتوقف المعركة، لأنه إذا توقفت معركة الحديدة تكون النتائج أكثر وبالا على اليمنيين، وهذا بالضبط ما حصل. إذا قارنا كيف تتعامل جماعة الحوثي، الأمم المتحدة تندد، وهو مجلس الأمن يجتمع بشكل عاجل ويصدر بيان يندد بهجمات بتصعيد الحوثيين في الجوف ونهم ومأرب، ومع ذلك لا يلقونها بالا. يمضوا لأنهم يعرفوا أن بعد ذلك سيضطر المجتمع الدولي للتعامل مع الأمر الواقع، مع الاستراتيجية التي هم يرسموها. ولذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يعاد قراءة المشهد، خصوصا من قبل الشرعية والتحالف، ما الذي يريدوه تماما. كيف تقيم موقف المعركة؟ نعم، كيف الاستراتيجية هي فقط الوصول لحل سياسي؟ نعم أستاذ برا، كيف تقيم موقف الحكومي، الفريق الحكومي لإعادة الانتشار في الحديدة، والذي أوقف أعماله اليوم نتيجة قنص أحد ضباطه من قبل ميليشيا الحوثي؟ الفريق الحكومي منذ البداية مواقفه كانت يعني وتصريحاته كانت عالية جدا. الإشكالية أنه الأداء بعد ذلك لا يناسب حجم هذا التصريح.
المفترض أنه منذ اللحظة الأولى التي قام الفريق الحكومي بشرح خروقات واضحة قامت بها جماعة الحوثي تتوقف العملية مباشرة، ولكن إذا القرار السياسي لا يواكب التصريحات قادتك الميدانيين بالتأكيد سيكون هناك خلل، وهذا الخلل واضح نحن نراه الآن. وكلما تأخر القرار السياسي في رسم استراتيجيته ووضع خطة واضحة لما هو المشهد حتى يسير اليمنيون قدما ستكون النتائج أيضا أكثر سوءا على اليمنيين. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ براء. برأيك أستاذ مصعب، هل فعلا تصدق الاتهامات لبعثة الأمم المتحدة بتضليل الرأي العام والتغطية على جرائم الميليشيا؟ نعم، هي تضلل في الحقيقة وتتحدث عن انخفاض القتال وعن انخفاض أعداد المدنيين، لكن الحقيقة كما ذكر ضيفك الأستاذ براء أن معدلات الضحايا في الحديدة ومعدلات سقوط المدنيين كانت منذ اتفاق ستوكهولم هي الأعلى خلال سنوات الحرب. لم يسقط ضحايا مدنيين خلال العملية العسكرية، لم يكن عدد القتلى بهذا الحجم. عملية العسكرية انطلقت من داخل مدينة المخا وصولا إلى قلب مدينة الحديدة، أعداد المدنيين لم تكن بذلك الحجم الكبير، لأن العمليات عمليات التحالف والجيش حينها وتشكيلات المقاومة في الساحل الغربي اقتصرت فقط على حصار المناطق السكنية وعدم اقتحامها حتى ينسحب الحوثيون منها، واستمرت العملية إلى داخل مدينة الحديدة. وحين أصبحت القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة وداخل الأحياء الشرقية تتقاسم الأحياء مع الحوثيين وتتقاسم القرى في المديرية الجنوبية، جاءت الأمم المتحدة وأوقفت المعركة وكأنها تريد أن يبقى الأطراف هناك داخل الأحياء يتقاسمون الأحياء والقرى والمديريات ويستمر الصراع. بكل تأكيد لن تستطيع أن توقف إطلاق النار بينما كل طرف يده على الزناد والفاصل ليس بكثير. داخل الأحياء السكنية داخل الحي الواحد يفرق ما بين خط القتال من القوات الحكومية ومن قوات الحوثيين أمتار أحيانا في بعض المناطق. نعم. إذن أستاذ براء، البيان أشار إلى أن ضربات التحالف الجوية تعرقل السلام، يعني أليس الأمر مضحك؟ يعني عن أي سلام تتحدث وعن أي هدنات واتفاق موجود على الأرض؟ هل ما زال فعلا ستوكهولم موجودا وقائما؟ طبعا أختي آسيا، ستوكهولم انتهى بالنسبة للناس اللي مثلي ومثلك. بالنسبة للمبعوث وبالنسبة للفريق المواكب له، بالطبيعي أنه سيحاول أن يبقي هذا الاتفاق حيا حتى لو كان يعني مسار التنفيذ مشوه بهذا الشكل. المبعوث الأممي لديه مهمة واحدة وهو أن تنتهي مهمته، وقد أعلن أنه نجح في الوصول إلى صيغة نهائية تنهي حتى بالحد الأدنى فضل، يعني وصول إلى فضل الاشتباك. هذا الصيغه قد لا تكون مرضيه لليمنيين، صحيح، ولكن هذه في البدايه حتى هذه الصيغه غير موجوده عمليا. يعني هل مجرد كتابتها على الورق يعني انها تطبق فعلا على ارض الواقع؟ لم ينعم اليمنيون في الحديده بسلام ولو مؤقت. هذا صحيح، يعني الكلام هذا صحيح للناس الذي يعني يعايشوا المشهد بشكل يومي، الناس الذي يتابعوها مثلك، لكن بالنسبة للمجتمع الدولي الذي هو بعيد، مجرد يعني خفض العمليات الجوية للتحالف هذا بالنسبة يعتبر يعني يعتبر إنجاز. المهم دائما في هذه الحالات أن الطرف الذي يمثل مصلحة اليمنيين أن يكون لديه استراتيجية واضحة، سواء ينجزها بالحل السياسي بالسلم أو بالحرب. وعندما تكون هناك خروقات واضحة مثل الذي حاصل في الحديدة، يجب أن يعلن ذلك بشكل واضح جداً
ويخرج ذلك في بيان، مثل ما حصل في مايو من العام الماضي. نحن نذكر كيف أرسل بعد ذلك الأمين العام بنفسه وكيلة يلتقي بالرئيس هادي في محاولة لحفظ الاتفاق. إذا لم يكن المستوى السياسي بنفس مستوى التصعيد في الميدان، فهو سيحاول أن ينجز صفقة حتى لو كانت غير مرضية لليمنيين. نعم، إذا أعود إليك أستاذ براب، رأيك أستاذ مصعب، هل لا يزال اتفاق ستوكهولم المتعلق بالحديدة قائم من وجهة نظرك؟ في الحقيقة هو لم يقم بالأصل، لم يتم تنفيذ أي بند من الاتفاق حتى الآن. كما قلت لك، وقف إطلاق النار البند الأول من هذا الاتفاق لم ينفذ، ما زال إطلاق النار مستمر في المديريات الجنوبية للحديدة، وهجمات الحوثيين مستمرة، بناء التحصينات العسكرية لا زالت مستمرة. فقط ما توقف منذ اتفاق ستوكهولم هو عمليات الجيش اليمني وعمليات التحالف العربي التي تحولت إلى هجمات محدودة. بكل تأكيد اليوم موقف الحكومة الشرعية وموقف التحالف العربي لا يحسدون عليه، لا يستطيعون استئناف العملية العسكرية في الحديدة نتيجة هذا الكم الهائل من الموظفين الأمميين الذين ينتمون لدول كثيرة، وكل هذه الدول ستحرص على سلامة طاقمها ومواطنيها. لذلك التحالف والحكومة اليوم عاجزين عن استئناف العملية العسكرية في الحديدة، وما بقي هو على الأمم المتحدة وعلى المبعوث الأممي أن يكون صادقا مع نفسه ومع الناس، أن يقولوا أنهم فشلوا في الحقيقة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بدل الذهاب للبحث عن جولة جديدة من المشاورات التي لن تثمر ولن يتم تنفيذها. اليوم غريفيث جاء إلى مأرب ويدعو إلى مشاورات وإلى جولة جديدة وإلى استئناف العملية السياسية، وكأن الرجل لا يعلم بأن اتفاق ستوكهولم لم ينفذ بعد، لا يتطرق، يمضي قدما، يقفز على الحقائق، يريد تشكيل زخم إعلامي حتى يقول بأنه أحدث فارقا ما، لكن في الحقيقة لم يحدث أي تقدم على مستوى العملية السياسية أو على مستوى تحقيق السلام في الحديدة وفي المحافظات اليمنية. نعم، إذا كنا محكومون بهذا الاتفاق أستاذ براء، يعني ما هي الحلول التي بيد الحكومة والتحالف أيضا، وهم يعني ملتزمون إلى حد كبير باتفاق لم يلتزم به الطرف الآخر ولم يؤاخذ أيضا، هل الاستمرار بهذا الشكل هو المنطقي؟ النقطة الذي أعتقد أنه يجب أن تتم بشكل عاجل هي إعادة صياغة الاستراتيجية بالنسبة للتحالف مع الشرعية والخروج بصيغة واضحة، هل هم لا يزالوا في طور أن المعركة ستحسم أم أنهم سيرضوا بتقديم التنازلات لصالح الوصول إلى حل سياسي كيفما كان. هذا السؤال لم يتم الجواب عليه منذ توقيع اتفاق ستوكهولم حتى هذه اللحظة، وإذا لم يقوموا بالإجابة عليه سنرى هذا المستوى من التخبط، واعتبره حتى استغلال من المبعوث لهذه الحالة وهذا الوضع. لكن إذا قررت الشرعية بشكل نهائي، وأنا أريد أن أؤكد على نقطة، الشرعية لديها كامل الحق القانوني في استعادة كامل التراب اليمني. الالتزام القانوني أمامها هو أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية. إذا لم تحدد ذلك بشكل واضح للمجتمع الدولي وتخرج اليمنيين ويخرج الرئيس هادي بخطاب واضح إلى اليمن ويقول نحن انتظرنا وأعطينا فرصة للسلام وتحملنا الكثير لأجل الوصول إلى السلام، ولكن لن نقبل بسلام يعني مشوه مثل هذا الوضع. أعتقد أننا يعني سنظل نسأل هذه الأسئلة كثيرا، وسيكون ربما القادم ليس سارا لكل مناصري الشرعية. نعم، أنت أستاذ مصعب، هل لديك أي إجابة حول هذا السؤال، ما الذي بيد الحكومة والتحالف عمله في ظل كل الخروقات الحاصلة من قبل الحوثي؟
نعم، هو ليس هناك خيار سوى إن أنك تستأنف العملية العسكرية في الحديدة أو تنتظر أو تترقب أن يهجم الحوثيون ويتقدمون في محافظات أخرى، بينما أمنوا تقدمك في الحديدة. عسكريا وعلى المستوى الميداني، إذا ما فكر التحالف العربي وقرر، لأنني شخصيا أعتبر أن الحكومة الشرعية لا تستطيع أن تتخذ القرار العسكري، القرار هو بيد التحالف العربي وبيد السعودية والإمارات تحديدا. إذا ما قرروا الهجوم نحو ميناء الحديدة فلن يكون هناك ضحايا مدنيين كما تصور الأمم المتحدة. نحن نتحدث عن الأحياء الشرقية للحديدة، هي خالية من السكان تماما وتحولت إلى ساحة صراع. السكان دخلوا إلى داخل مدينة ونزحوا إلى خارج إلى المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. المسألة هي مسألة 5 كيلومتر فقط حتى تصل القوات الحكومية وقوات التحالف إلى بوابة ميناء الحديدة وإغلاق المنفذ الشمالي الوحيد الذي ما زال بيد الحوثيين. أيضا هذه المسألة، إذا ما قرر التحالف هذا القرار ووصل إلى بوابة ميناء الحديدة، سيأمن مسألة تدفق الأسلحة التي يتحدثون عنها عبر البحر. تدفق الأسلحة للحوثيين تأتي عبر سواحل الحديدة لا غيرها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي مصعب عفيف، كنت معنا في هذه الحلقة من المسلمة. أشكر لك أيضا برا شيبان الباحث في الشأن الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.